كون كمعارضينهم كيلتزموا معكم على اننا غنتبعوا معكم هذا التكليف، فان شاء الله حنا غادي يتلقى لي الحل ديالو. لان قلتوا لي ما كاين لا قوات حار، ما كاين لا شبكه الماء، ما كاين لا كهرباء، لا توكيل، لا كهرباء ديال السيتو العمومي، ما كايناش. انا غنشكون عام اللي كاين في البرنامج ديال اعاده الهيكله اللي ممول من طرف وزاره التعمير هو اللي غنخدموا عليه. بالمثالي غادي نبدا كلمه لجوج الناس يمكن وانا باش نطولوش عليكم. لان الاختصار هو اهم حاجه، ما نضيعوش لكم الوقت، يعني فهموا جوج الناس يوضحوا لينا يكلمونا ونتكلموا معاهم، ومن بعد غادي يديروا لي اللائحه. اللي غنعمل لائحه تكلم ولا اللائحه غادي نعطيكم جوج اللائحه الدار ديال جميع الساكنه ديالنا. ديروا فيها لائحه لانهم كنوجهوا رساله للسيد العام المقليف باش يدخل حلوا هاد الامور ويسميو لنا باكار ناسيونال ديالهم باش حنا نعتمدوا عليها. ما عليك غنصوبوا عريضه ونسيبوها الاسبوع. دونك انا نتفضل الاخوان اللي عندهم شي سؤال ولا عندهم شي حاجه نتفضل. واي واحد بغى يتكلم يخدم لنا الاسم ديالو باش نعرفو. تفضل. انا الاسم ديالي في قصه الحين. القضية خويا من خمسة اللي كيقول لك تعرف المغربة ما عرفتش كيخرج لأننا غادي ندخلوا واحد الحارة ولا واحد الفاطي كل شيء، أنا الدوار كامل كيدخل الدوار كامل في هذيك الباتي. بعد ما كنتفاجئوا أنه كاين غير واحد الباتي اللي دارها وشكون واحد المشكل ديالها. دابا نورمالمون هاد الباتي كامل ملاقي في الماء ديال الجمعية. دونك ملي كيجي باش تقطع حتى الماء على الناس اللي واصلهم الحارة وواصلهم المراكش كيغدير اوتوماتيكمون كتقطع عليا أنايا. انا باقي ما واصلني والو، على تي شكل ديال المشكل المره الاولى. دابا الحال الان باقي الناس كيتشكاو من هذا المشكل ديال الجمعيه ديال الماء، عندنا مشكل فيها، وهذه ما فهمتش فهمي انا علاش ضربوا غير بارتي وصلوا غير هنا وحدو. المعلومه اللي سامع انا قال لك سيدي عندنا مشكل ديال لابوط، لا هنا لا من الجهه الاخرى ديال الشانطي. مشكل تاع لابوط ولكن كاين الحلول، ما كاينش شي حاجه ما عندناش حل. انا اللي ما بغيتش نفهم علاش حبسوها ما كملوهاش. السؤال ديالك واضح. علاش ما تكملتش ما عرفناش. كيخرجوا الجواب اللي كيعطوا. كنسول الناس اللي زعما كيسولوا لنا الجواب اللي كيعطونا حاجه واحده، كيقول لك لابونت ما عندناش خاصنا مشكل تاع لابونت، ولكن المشكل تاع لابونت ماشي ديال انا مشكل ديال التخصص قال في الحل. السؤال ديالك واضح ما دخلتش في ديتاي، وضحتي عليا الامر ديالك وهذيك المسائل التقنيه كيسموهم هما. هذاك الشيء اللي الدراسات والمسائل اللي كتهم اكثر الدراسات ديالهم ماشي شغلكم انتم، لان ما بغيناش نبقاو نتكلموا على الجمعيه. فهمت. حيت الغرض من هذا الشيء هو يكون الربط الاقتصادي. الاقتصاد معناه ان الوكاله غادي تدوز قنوات ديال الجيم من بعد كل واحد غادي برونش مهم. هذاك الشيء هذا هو الغرض من الهيكله. وكاين تسهيلات في هذه الامور اللي خصها تعطى المواطن باش يمكن يدخل الماء ديالو ويطرحوا على كل شيء. هذه المساله اللي طرحتي هو انه كاين جانب تم الهيكله ديالو وجانب اخر ما تمش الهيكله. هادشي اللي كاين هذا. شكون اللي بغيت يدخل؟ الاسم ديالك اسمي الزعيم محمد. الزعيم محمد. الكلام ديال الانسان. السيد الفقري، هنا المشكلة دابا كلشي كاين، شنو هو المشكل اللي كاين هنا دابا؟ هو الواضح، دابا ما بالك علاش عطيتو الهيكلة دي؟ والله، ثاني كما قال الأخ علاش حديتو تما؟ اللي قلنا لهم علاش حديتو؟ قال لك أن أنتم عندكم لابوند هابطة هنا، واخا، واش ما كاينش شي حل؟ اعطيونا على نفس الملاحظه اللي درت. اعطيونا على الحل شنو؟ لا نفس الملاحظه اللي درت. نفس الملاحظه اللي درت. يعني احنا راه غادي كلشي بالصبر، الضوء كاين، الامل كاين، الراحه كاينه، كلشي كاين. المشكله اللي كاينه هو الوضع الحر، ما كاينش الحر. راه الا جا شي ما كثير. لا تجوش. لا تجوش. الله يخليك. الله يخليك. باش ندوزو الاجتماع ديالنا واحد الجو راحت. دابا المشكله انا نولي ندفع لجاري وجاري يدفع عليا والامور غادي ملي كيجي الصب كيطيح على كلش ما كتبقاش على واحد الجهه. كان هذا اللي قال هذا السيد هذا كاين شي مرات هذا البلاصه هنا وهذا البلاصه هنا الا صبت غير من هو وحده ديال الشكل كيخربوا الناس كيخربوا الناس كيدخلوا من المال ديالهم. علاش هذا البلاصه دابا هما جابوا الواد الحرام حتى لهنا وعاودوا عفسوا وهنا ما بغيناش نفهموا عليه. مرحبا. شكون اللي بغى يدخل؟ كل واحد بغى يقول لنا الاسم ديالو باش تعرفوا عليه. الاسم ديالي العرشان الطيب. نعم سيدي. حنا بالناس مضارين حول الواد الحار. نقطة واحدة اللي كنتفقوا عليها كاملين هو الواد الحار. علاش؟ لأن الناس كلها استعدت مع العلم على أن حنا كنا في الشطر الأول. من خصنا نسخيط من الأولين، بالإضافة لهذه المنطقة هي النقطة الأولى المتضررة في الماء من ناحية الفيضانات ديال الشتاء.
من ناحيه الاسباب اللي كتوقع لينا هنا حنا كنطالبوا باش علاش حنا كنا مستافدين من يعني حنا في السطر الاول هناك موانع بزاف ديال الحنا بداو يحسوا هناك كل واحد وكتجي الفكره ديالو حنا اللي كنطالبوا ان شاء الله هاد الجنة ماشي نكونوا دائما كنشتاني وفي الاخر ما كنقطع في حاجه هاد الجنة ان شاء الله حنا مستافدين الاخوه اليوم متعاونين معانا كيف قلتي وغادي نتعاونوا معانا وغير تبعوا الملف نتمناو يكون خير مستافد ماشي غنلقاو كل مره دايرين اجتماع ولا كل مره ماشيين حيت الناس كلها هنا فقراء كلها ما عندهاش يعني كلهم كيجريو على الارض ديالهم يعني صعيب باش خاصك تجمع هنا خاصنا نستافدوا حنا من هذا المرحله من هذه الحاله اللي مجتمعين فيها يكون ربما الى عاوننا نعاودوا اجتماع اخر ويكون خير لا عامل ديال البلاد الاول في راسه ولا السلطات جميعها ولا الناس في البلديه كلهم عارفين هادشي اذا يكملوا حنا وصلنا الرساله الاولى الثانيه الثالثه جميع مشيو فوقهم اذا هما خصهم يكملوا يعرفوا المنطقه اللي متضرره النقطه الوحيده واللي يبداو بها العبار راه هي هذه هذا اللي نتوقع شكرا ولكن مع العلم لا زال ما كاينش استاذ لا ما شاء الله غادي ناخذ بعدا الاخوان اللي غادي يدخلوا معنا الحوار سي امين وسميتو لا جوج الاخوان اللي غنبقاو حنا نربطو معاهم اتصال كيف داروا معنا نديروا معاهم اتصال نربطو معاهم اتصال الان من خلال تدخل هذا الاخوان كنشكرهم على الصراحه ديالهم كاين المشكل اللي كيقولوا لهم اللي كيبروا به عدم قيام باشغال شبكه التطهير راجعه الى مسائل تقنيه مسائل تقنيه هي خص يتحملها المكاتب الدراسه الاول ثانيا اللي فهمنا هو انه كنتم في الشطر الاول اللي كان من المفروض انه ذاتي الاشغال كلها يؤخذ منه جزء والجزء اخر الان وهاد الناس كيعيشوا محل لما كتصب الشتاء كتولي ضايات عندهم كيسوي صعاب عليهم انهم يخرجوا وان الوليدات ديالهم تا هما كيخرجوا للغيس كيخرجوا يتكرزوا هذا اشكال اللي خصها تحل ما كاينش من ندوزو ثالثا الاخوان وضحوا لي على انه كانت هناك مراسلات كان هناك اتصال بالمجلس البلدي لكن لا حياه للمجلس ليس هناك استجابه ولم يكن هناك تجاوب اذا انا باسم الاخوان ديال المعارضه او باسم الاخ البرلماني السيد البيزي غادي نقول لقاء اخر علاش قلنا لكم انا عندنا جوج الاخوان باش ما نبقاوش نجمعوكم نعم كل واحد عنده كيفاش راه بالقرص الله يسهل لي فيه باش يكون عندنا محاورين اللي نعرفوا عليهم ويعرفوهما ولما تقتدي منا اننا نجيو نجتمعوا معكم راه غنعلمكم واحد 10 ايام نقول لكم راه 10 ايام شافوا ما عرفوش هذا راه عندنا سير استاذ حتى كلهم هي لا التليفون ديالنا حنا دوكا بالنسبه ليا انا سي عاطف راه اتصل لي وقال لي نجيو نلتزم مع باش نجي نعدكم اليوم الغرض ديالنا هو نفتحوا حوار مسؤول مع المسؤول الاول على الاقليم السيد عامل الاقليم ولا مع شخصي الكاتب العام ومع رئيس مجلس البلد هذا هو الغرض ديالنا انتم كمواطنين كساكنه عندكم حق في السكن عندكم حق في السكن النقي وعندكم حق في جميع يعني الضروريات ديال العيش الكريم في المنطقه ديالكم هذا حق حاميه لكم الدستور حاميه لكم ملك البلاد بالتالي انا كنقول لكم الاخوان حنا غنديروا المجهودات ديالنا ما نقصروش المجهود ونطلب الله انه يوفقنا مع جميع الاخوان لان احنا كنا مغاربه وخصنا نتعاونوا مع بعض باش ما نطولش عليكم اولا كنشكركم على الشرف ديالكم وهذا شرف ليا وهذا شرف ليا كعضو هذا شرف ليا كعضو مجلس بلدي لا تكمل لا تكمل هذا شرف ليا كعضو مجلس بلدي انني نجمع المشاكل ديالكم وهذا هو الدور ديالي وحنا على استعداد ان شاء الله نتمناو اننا نحل المشكل هذا وعلى استعداد اننا في اي وقت طلبتونا نجيو عندكم نجيو عندكم الله يبارك فيك عطيف لي فرصه هذاك راه وقت الشتاء عباد شنو اللي دار هادشي راه كلشي واقع لا هو مدير.
الله يرحم لكم الوالدين اسيدي. حنا مكرفسين في الماء بغينا الواد الحار حتى حنا كندوروا البوطات وكنقطعوا الشتا علينا، الماء علينا، كلشي علينا، كلشي علينا سيدي. ما كاينش كديروا تنقطعوا مكرفسين بغينا الواد الحار. الله يجازيكم بخير. اللائق لهذا كنطلب من رئيس المسجد البلدي باش يتحمل مسؤوليته في هذه المساله ديال اعاده الهيكله ديال الدواوير. وشكرا. الموقع ديالكم شوف تي في على الحضور ديالو القوي على المستوى الاعلامي. وشكرا. السلام عليكم، تحيه للاخوان جميعا. انا العضو ديال الجمعيه بدوار الغربه، وانا من الاخوان هنا والاخ زياده وخلوق في دوار الغربه هذا، ولهذا ما كنبغيوش
هاد الناس هادو يتكرفصوا على هاد الساكنه، لان لو انهم كيجيو وكيشوفوا هاد الاماكن كي كتكون في الشتاء، الناس راه ما كيلقاوش كيفاش وليداتهم لا يخرجوا يلعبوا ولا يخرجوا يديروا اي حاجه. ولهذا كنطلبوا من الجهات المختصه وكنوصلوا نوجهوا الرساله ديالنا للسيد عامل الاقليم، هو المسؤول الاول في مدينه الجديده، على انه باش يحل الاشكاليات هو في المقام ديال سيدنا الله ينصره صاحب جلاله. ولهذا كنوجهوا ليه النداء من هذا المنبر هذا، باش انه هو يشوف من حالات الساكنه هذه، باش انهم يعيشوا العيش كريم حتى هما، ويدخلوا لهم حتى هما الواد الحار كما دخلوا لجميع المناطق هنايا، العشش فيها الواد الحار، جميع كل شيء حتى الدخل هنايا راه كاين الواد الحار. ولكن ملي جاو حتى لهنايا وحبسوا، راه لا يمكن انك تجي تعطي للناس ناس وتقسي ناس اخرين، هادو مواطنين وهذوك مواطنين، يجب يعني تسويه فيما بيناتهم، ويدخلوا لهاد الناس تما الواد الحار، لان هاد الامور ما بغيناش تفاقم وتزيد يعني حتى هما يمشيو يديروا وقفات احتجاجيه امام عماله وامام مجلس بلدي من اجل انهم يجيبوا الحقوق ديالهم، وهما راه مستعدين انهم يمشيو.